اهلا ومرحبا بكم اعزائي في حلقه جديده من برنامجكم الراي السوداني. اعزائي يحييكم هذا المساء ونفتح ملف الحكومة الإنقاذ في السودان. إذن هي 24 عام منذ أن جاء الرئيس البشير إلى سدة الحكم في السودان بما يعرف بثورة الإنقاذ الوطني التي جاءت في العام 1989 في 30 يوليو. أعزائي اليوم نفتح ملف الإنقاذ لنغوص في إنجازات وإخفاقات هذه الثورة المعروفة بثورة الإنقاذ الوطني. ولكن بداية أعزائي اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، الأستاذ معتصم الحارث الضوي وهو كاتب وإعلامي سوداني. أهلا بك أستاذ معتصم. وشكرا جزيلا للاستضافة. أيضا أعزائي معنا هنا الأستاذة سوزان كاشف وهي ناشطة حقوقية سودانية. أهلا بك أستاذة سوزان. أهلا وسهلا أستاذ خالد العيسر وأهلا بقناة الشرقية نيوز. أعزائي سينضم إلينا في سياق هذا الحديث الأستاذ مكي المغربي من الخرطوم وهو كاتب ومحلل سياسي سوداني. أهلا بكم جميعا ضيوف الأعزاء. فلتكن البداية مع الأخت سوزان كاشف، وتعلمين أن هناك مخاض عسير الآن في كل المحيط العربي ودول الجوار كما هو الحال الآن في مصر، وتعلمين أن النظام الحاكم في مصر هو يعني من نظام الأخوان المسلمين. قد سبقت ثورة الإنقاذ بأكثر من 24 عام ولكن لا تزال هي في السلطة، وأنت سيدة سودانية ناشطة في مجال حقوق المرأة والحقوق العامة. نسألي كيف تنظرين إلى هذه التجربة، تجربة حكومة الإنقاذ وقد بغي الرئيس البشير في الحكم لأكثر من 24 عام حتى هذه اللحظة؟ أنا حتحدث عموما عن المرأة في زي الإنغاز لمدة 24 عام. نحن في السودان مررنا بثلاث أنظمة ديكتاتورية والإنغاز من ضمنها، ومن خلال هذه النظم الثلاثة شهدت المرأة السودانية أسوأ حالاتها في زي نظام الإنغاز ما لم يسبق له في الحكمين الديكتاتوريين السابقين. هتعرض المرأة كانت عموما هي الخاسر الأكبر في عهد الإنغاز، كثر الحروب والنزاعات في دارفور وجبال النوبة أثرت تأثير بالغ على المرأة السودانية، وبرضو كثير من الغوانين كثير من الغوانين التي صدرت في عهد الإنغاز فيها كثير من الظلم على المرأة السودانية. جميل. فلتكن المرأة السودانية هي موضوع هذا الحوار، ولكن أخي معتصم الحارس وأنت إعلامي وكاتب سوداني، ما هي رؤيتك؟ ونحن الآن يعني في عصر الإنغاز شارفت أن تكمل ربع قرن من الزمان في على سدة الحكم، وتعلم أن هذه هي من أطول الحقب التاريخية لكل الأنظمة التي سبقت، كيف تقرأ ذلك؟ أخي الكريم خالد، أرى أنها ربما لو تسمح لي بتصحيح بسيط، هي تكاد تقارب ربع قرن من الإخفاقات. وليس لأن هذا الحكم الذي أتى وصل إلى سدة البلاد وسيطر عليها بليل، انقض على الحكم الديمقراطي المنتخب رغم كان ما يسوده من عيوب، لكنها كانت تجربة ديمقراطية شرعية منتخبة اختارها الشعب السوداني في ذلك تلك الحقبة. لو حاولت قبل الحلقة أن أحاول أن أصد بعض اللقاط أو ربما أوجه القصور في حكم الإنقاذ، وجدت أن لدينا العديد من ذلك: الفساد المؤسسي، غياب الحريات، الهيمنة السياسية، الاستئثار بالسلطة، الانهيار الاجتماعي، تدمير التعليم العام والمتوسط والعالي، الهجرة الجماعية للعمالة الماهرة والمهنيين في شتى التخصصات، الفساد حتى المؤسسات الحكومية، بعض المؤسسات الحكومية لا تخضع لسلطة المراجع العام، الميليشيات المدنية التي تتبع للتنظيم السياسي، سياسة التمكين والاستئثار بالسلطة، التخبط الاقتصادي، التنمية غير المتوازنة والتي تحدث عنها الدكتور محمد عبد كبج في محاضرة في 5 يوليو العام الماضي، قال إنه بلغ حجم الإنفاق التنموي في الخرطوم 97% من حجم التنمية في كامل البلاد. فشل التنمية البشرية، التخلي عن الجنوب، التقصير في مكافحة الانتهاكات العسكرية الأجنبية، التوغل والقصف الصهيوني على سبيل المثال وليس الحصر عدة مرات خلال السنوات الماضية، احتلال مصري، احتلال أثيوبي لأراضي سودانية وما إلى ذلك، والقائمة يمكن أن تطول وتطول وتطول. إذن ما الذي قدمته الإنقاذ خلال 24 سنة من الحكم للشعب السوداني؟
هذه ربما في عجالة وفي اختصار أتمنى أو أكاد أرى أنه غير مخل أو أتمنى أن يكون غير مخلا لم تقدم إلا سلسلة متصلة من الإخفاقات والفشل في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وفي تحقيق مطالب الشعب المواطن السوداني الفرد البسيط والذي يطالب بمطالب مشروعة وتطالب بها كل الشعوب، المأكل، المطعم، المسكن الملائم، وقبل ذلك كله يا أخي الكريم الكرامة الإنسان، كرامة جميل. الإنسان غير محفوظة في السودان. أنت تسألت وقد يعني تفضلت بالسؤال ماذا قدمت الإنقاذ للسودان، هناك أيضا سؤال يتبادر للذهن، وتعلم أن الشعب السوداني كانت له تجربة سابقة في الإطاحة بالديكتاتوريات، ونحن في سياق هذا الحديث يجب أن نستصحب هذه التجربة في تخوم السودان الشمالية، وتعلم أن مصر دولة مصر الآن ونحن نتحدث هنا تغلي كل الميادين العامة والساحات في حالة امتعاضية من النظام الغائب الآن وهو نظام الأخوان المسلمين. السؤال الذي يتبادر للذهن أخي معتصم، لماذا يعني استكان الشعب السوداني طوال هذه الفترة 24 عاما ليست بالعمر البسيط، بينما الشارع السوداني كانت له تجارب سابقة في الإطاحة بالديكتاتوريات كما هو الحال مع نظام إبراهيم عبود في أكتوبر 64 ومع الرئيس جعفر نميري في 6 أبريل 1985. لماذا لم تطيح ثورة شعبية سودانية بالنظام الغائب في السودان؟ أخي الكريم المسألة النظام، إذا حاولنا أن نقارن بين الأنظمة الثلاث، نظام عبود كان عندما سقط طالب واحد القرشي خرج الشعب عن بكرة أبيه بكل تنظيماته وأحزابه ليعلنها ولطالب من الحاكم أن يتنحى، وتنحى، استجاب المجلس العسكري في ذلك الوقت للمطلب الشعبي وتنحى. لا. لاحقا نظام نميري ربما قد يكون تدرج في سلم العنف ضد المواطنين والاعتقالات السياسية وما إلى ذلك، ولكن ينبغي إنصافا وللحق يقال أنه حتى المعتقلين السياسيين في زمن نميري كانوا يعتقلون ولكنهم لا يفقدون وظائفهم على سبيل المثال، وتتأمل لأسرهم سبل العيش الكريمة وما إلى ذلك، سياسة الاغتيال والتصفية والتعذيب وما إلى ذلك لم تكن منتشرة إلى هذا الحد. في المقابل النظام الحالي المتوضئ بدم الشعب السوداني والذي ولغ في شرفه وعرضه ولم يترك مجالا لمواطن شريف يعبر عن رأي مضاد أو معارض للنظام، لم يترك له سبيلا للبقاء، إما المطاردة والتشريد وسياسة الفصل الجماعي ما سمي بسياسة الصالح العام في ذلك الوقت، أو التشريد إلى خارج البلاد وقطع سبل العيش حتى في القطاع الخاص، يطاردون المعارضين المعارضة السياسية ولا يتركون لهم سبيلا. الآن نذكر في هذا السياق مسألة ما سمي ببيوت الأشباح، معتقلات التعذيب التي كان يشرف عليها المجرم نافع علي نافع وغيره من المسؤولين. هذه كل هذه الأمور تفاقمت باختصار الحكم البوليسي أو طبيعة الحكم البوليسي القاهرة الظالمة أدت إلى استكانة الكثيرين، لكن هذا لا يعني أن جذوة الحراك الشعبي ما زالت لا هي غير مشتعلة، بل هي مشتعلة ولكن تحت أكوام من الرماد للأسف. جميل. نحن هنا في برنامج الرأي السوداني بالطبع نتيح الفرصة كاملة للإدلاء بالآراء، ولكننا لا نجرم أخي معتصم، وتعلم أن هذا منبر إعلامي مفتوح لإدلاء بالرأي. أخت سوزان، ونحن نتحدث هنا أيضا هناك تساؤل كبير يدور في الذهن، المرأة السودانية كانت لها تجارب سابقة ورائدة في مجال العمل السياسي واستطاعت أن تترك بصمة على سبيل المثال لا الحصر، عدد من السيدات السودانيات اللي تبوأن مناصب قيادية مرموقة وكان لهن دور مشهود في هذا الحراك الشعبي للإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية. السؤال، ماذا فعلتم وأنت ناشطة يعني حقوقية سودانية؟ نعلم أن لديك نشاط كبير هنا في بريطانيا، ولكن هذا النشاط في الخارج بالضرورة لن تنعكس آثاره الإيجابية على الواقع السوداني المحلي. في الحقيقة المرأة السودانية منذ الاستعمار وبعد الاستقلال كانت وما زالت لها دور قوي جدا وجبار في كل الحركات الوطنية، محاربة الاستعمار بداية وثم الدكتاتوريات السابقة، دكتاتورية عبود وكذلك نميري، وإلى الآن ما زالت المرأة السودانية تناضل وتتقدم الصفوف في محاولة لإسقاط نظام جبهة الإنقاذ. حقيقة هناك بعض القوانين المقيدة لحركة قانون لحركة المرأة، قوانين أصدرت خلال فترة الإنقاذ مقيدة، مثلا القانون المادة 152 من قانون العقوبات لعام 1991 اللي هو الزي الفاضح أو الفعل الفاضح، هو هذا القانون فصل خصيصا للناشطات،
لأنه حوربت كثيرا من السيدات والبنات والذين يطلعن للشارع محاولة التعبير عن رأيهم في التقرير أو إصغاط النظام حكم تحت هذا بند هذا القانون. مثالا عندك القضية الشهيرة بتاعت الصحفية الأستاذة لبنى حسين وجرمت بارتداءها زي البنطلون واعتبرت زي فاضح وعرضت لمحاكمة وتعرضت للجلد أو قررت المحكمة جلدها 40 جلدة. المحكمة تم تدوير القضية إقليميا وعربيا وعالميا ولم تجلد هذه الصحفية، ولكن ماذا القانون ساري لحد الآن. كذلك هناك الفيديو الشهير لفتاة الكبجاب وهي فتاة شابة جلدت 50 جلدة برضو لدي الفاضح ومن دون حق. حتى في الشريعة الإسلامية لا توجد 50 جلدة، يعني حد الحدود تقام في حالة الزنا لغير المحصن وحد وشرب الخمر والغسل، وأربعين جلدة معروف يعني فقهيا. فهذه الفتاة جلدت وشهد هذا الفيديو حوالي 4 مليون شخص حول العالم، وكانت مأساة أن تجلد وتسرق الفتاة وهي تستقيس بمن ينجدها. كذلك هناك القضية المشهورة جدا قضية اغتصاب الناشطة من حركة قرفنا والتحية لها صفية إسحاق، حيث تعرضت للحجز والاغتصاب من قبل 3 أفراد من جهاز أمن النظام. لكن هل هذا عمل مرتب له من قبل النظام القائم أم أنه سلوك فردي يعود لأشخاص بعينه؟ من الممكن أن يكون سلوكا فرديا، ولكن سياسة الاغتصاب سياسة منتهجة من قبل مبرمجة منتهجة من قبل النظام، ومورس الاغتصاب في بيوت الأشباح كثيرا منذ بداية الانقلاب وإلى الآن يمارس، ومورس على رجال ونساء وسيدات وشباب، يعني حتى على الجنسين، يعني لم يقتصر على المرأة فقط، وهو سلاح الاغتصاب يستعمل طبعا لهدك النسيج الاجتماعي أو للشخص الذي يتعرض للاغتصاب سواء كان امرأة أو رجل حقيقي، يعني الشعور بعد ذلك الشعور الدينوي أمامه أو أمام نفسه وأمام المجتمع وأسرته بيؤدي إلى كثير من التعقيدات النفسية والجسدية. فالسلاح الاغتصاب سلاح مبرمج ومنهج من قبل نظام الإنغاز. وكأنما تشيرين إلى أن الإنغاز استطاعت أن تبقى في السلطة طوال هذه الفترة فقط لأنها تغتصب النساء، ليس فقط تخيف النساء من الخروج إلى الشارع. هذا غير يعني مفهوم بالنسبة لي. في مجتمع مثلا في مجتمع تقليدي كالمجتمع السوداني، عندما تحجز الفتاة في إحدى مثلا نقاط الشرطة أو تعرض للانتهاكات كثيرة منها التحرش الجنسي واللفظي والبدني في مجتمع تقليدي كالمجتمع السوداني، أكيد الناس حترفض حتى كثيرا من النساء. لكن أستاذ سوزان، ألا تعتقدين أن هذا الحديث لا يموت للواقع السوداني بصلة، وتعلمين أن السودان هو دولة بغض النظر عن النظام الموجود فيها في الحكم إلا أنها دولة إسلامية لديها عادات وتقاليد وأعراف ومثل وأخلاق هي قد لا تكون موجودة في دول أخرى؟ يعني هذا الحديث يعني وكأنما تريدين أن تلبسي الحكومة السودانية ثوب الخروج عن النص، فليكون هذا الحديث حقيقة. نحن لا ندافع ولكن نغرأ. أنا أعرف ذلك تماما. حقيقة النظام ليس نظام إسلامي يدعي الإسلام، ولكن في ممارساته اليومية ومنهج اتجاه الشعب السوداني ليس هناك، لا يوجد إسلام حقيقة. الإسلام المرأة في الإسلام معززة مكرمة، فكيف تغتصب النساء وتنتهك أجسادهن في ظل نظام الغاز؟ لذلك هو نظامنا كما سبق وأشرت نظام ومنهج لكسر عزيمة النساء والرجال عشان ما يطلعوا الشارع ويحدث التغيير. كيف تغرى هذا الحديث أخ معتصم؟ ماذا فعلت الإنغاز للرجال حتى وأنهم لا يخرجوا إلى الشوارع وقد بغي الرئيس البشير في السلطة إلى أكثر من 24 عاما؟ أخي الكريم، هي ديدا يعلمنا التاريخ بأن الحكومات الدكتاتورية المستبدة هي إلى ذهاب إلى زوال مهما طال الزمن، لكن تختلف الفترة باختلاف مدى شدة وقهر الأنظمة وبدأ تغلغل العقلية البوليسية الحاكمة فيها. وإذا لو سمحت لي أن أضرب مثالا بالنظام القائم في سوريا على سبيل المثال، هذا النظام الآن نرى ثورة شعبية في سوريا رغم استكانة الشعب السوري لعقود طويلة. لماذا؟ هل لم يكن يشعر بالظلم والقهر؟ لم يكن هذا هو الحل، ولكن في ظل نظام يخوف المواطن بشكل
يومي رقيب أمني مسلط على المواطن يسجل ويدون همساته وسكناته وحركاته. في ظل هذه الأنظمة التحرك يصبح صعبا للغاية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عودة إلى إذا نحن مقبلين على فترة أطول لبغاء حكومة الإنغاز في السودان، لا أرى ذلك، أختلف مع ذلك تماما، لأن الشعوب تصبر وتصبر وتمنح الفرصة تلو الفرصة، ولكنها عندما تأتي لحظة الانفجار تعرضت الانفجار حينها لا عودة. نراها في مصر، نراها في سوريا، ونراها سنراها في السودان. على ذكرك وذلك رغم أخي الكريم عفوا، وذلك رغم أن بعض التنظيمات السياسية للأسف الشديد والتي تحاول أن تثبط من عزيمة الجماهير وتحاول أن تدخل في محاولات لإيجاد حلول وسطى لتجميل وجه النظام القبيح أو الإبقاء عليه إلى أطول فترة ممكنة. على ذكرك لمصر، وتعلم أن هذه ثورات الربيع العربي في المحيط السوداني قد أتت بأنظمة هي منها من بغي يصارع في السلطة إلى هذه اللحظة، ومنها من ما هو يحتضر الآن كما هو الحال مع نظام الأخوان في مصر، وتعلم أن الشوارع في مصر تعج بالثورة الشعبية المضادة الآن. هل يمكن أن يغرى ذلك في سياق أن هكذا سلوك من الممكن أن يخيف الشعب السوداني بما آلات الأمور في حال الخروج إلى الشارع؟ هذه الحجة التي يتزرع بها النظام الغاية في السودان في كثير من المرات. النظام السوداني للأسف الشديد يلجأ إلى التلاعب بالعواطف، عواطف المواطن البسيط في كثير من الأحيان، ونرى ذلك بشكل جلي عندما نرى على سبيل المثال تحركات الجبهة الثورية السودانية وغيرها. النظام في الهجوم المضاد أو الرد المضاد يلجأ إلى مقولات ما أنزل الله بها من سلطان، أو على سبيل المثال أن هؤلاء كفرة وملاحدة ويريدون هدم الشريعة وتهديم نسيج المجتمع السوداني وما إلى ذلك من أكاذيب وافتراءات. النظام السوداني يتلاعب أيضا بمسألة الإعلامية، وهي مسألة تهمنا كثيرا على الصعيد حتى على الصعيد الشخصي. لا. إذا كان النظام باعتباره نظاما عقائديا نظاما أيديولوجيا، فإنه يركز كثيرا على مسألة الهيمن على الإعلام ومحاولة غسل دماغ أو غسل مخ الشعب باتجاه معين، ونرى ذلك في القنوات التابعة له وفي الإذاعات والصحف التابعة له والتي تعمل آناء الليل وأطراف النهار من أجل غسل دماغ الشعب. في المقابل نجد أن المعارضة على سبيل المثال ما زالت حتى الآن تعاني من الكثير من الخلل المنهجي والخلل البنيوي في هياكلها، وما زالت حتى الآن، وأقولها وقلبي يتقطع حسرة، أننا حتى الآن لا نرى على سبيل المثال قناة فضائية معارضة تتبنى طموحات الشعب، تعبر عن رغبات المواطن البسيط. لم تخرج هذه القناة حتى الآن إلى النور. جميل، سأعود إليك أخ المعتصم، ونعلم أنك يعني من المختصين أو المتخصصين في مجال الإعلام. أستاذة سوزان، تفضل أستاذ معتصم على ذكر المعارضة في أكثر من مرة والجبهة الثورية. هناك من يقول بأن السلوك المعارض لدى القوى المناوئة للنظام في الخرطوم هي التي تعضد من بغاوة في السلطة، ولنا في ذلك تجربة في دخول القوات الجبهة الثورية إلى منطقة أبكرشون التي جاء بعدها النظام السوداني ليعدد الإخفاقات والخروجات التي قامت بها هذه القوات من اغتصاب وقتل وتقطيع لأجساد البشر في تلك المناطق. المرأة أيضا تضررت كثيرا في هذه المناطق، مناطق العمليات. ما هو دوركم وأنتم معارضين لخدمة إنسان المنطقة التي تتضرر أيضا بفعل الحروب التي تقوم بها الجبهة الثورية ومشاكلها من تنظيمات مناورة للنظام؟ في الحقيقة لا بد لأي نظام ديكتاتوري في النهاية أن يسهب. والسودان كما سبق وقلنا وتحدثنا كثيرا في تقريبا في كل الفضائيات، نحن كنا حضورا على قيام ثورتين شعبيتين في 4 أكتوبر 1964 وكذلك أبريل 1985. لذلك لا غريب على الشعب السوداني أن يسول ويحدث التقيير إذا أشاء. يعني المزألة المعارضة وتقيير النظام، في رأيي ورأيي الشخصي إنه المزألة في اعتقادي المعارضة معارضة ضعيفة وهشة، وأقولها بكل صراحة وعلى الملأ، غير متحدة ومتشرذمة. فإذا اتحدت المعارضة أكيد النظام سوف يزول لا محال. وبعد عندنا بعد غادات المعارضة ما زالوا يمارسوا التخذيل أمام الشعب السوداني
مثالا ولا أخفي ذلك السيد الإمام الصادق المهدي في الخروج يوم 29 كان يتوقع الشعب أنه تكون بداية الثورة بتغيير النظام. فماذا حدث؟ يعني تفضى المولد من قبل إحداث أي تغيير يذكر. لذلك هذه أحد أدوات التخزين التي يستعملونها بعض قوى المعارضة. لذلك في النهاية الشعب سوف يقول كلمته وسوف ينتصر بإذن الله. جميل. بإياس هل تعتقدين، نعلم أن المخرج قد أبلغنا أن الوقت يعني يتداركنا الآن، ولما يجري من أحداث في مصر يجب علينا أن نتوخى الدقة في أننا يجب أن نكون موضوعين، ونتمنى نستضيفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ولكن السؤال الأخير أستاذة سوزان، هل من الممكن القراءة أن ما طرع أو ما وجدته ثورة الإنغاز من حلول لبعض القضايا الاقتصادية كان له الأثر في بقاء النظام طوال هذه الفترة؟ ونعلم أن السودان كان يعاني ماليا واقتصاديا إبان حقبة الرئيس الصادق. هذه الحلول الاقتصادية لم يستفيد منها الشعب السوداني شيئا، ما زال هناك فقر وعدم اهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية، وما زالت المرأة مضطهدة في كثير من المناطق الخاصة بذلك دارفور وجبال النوبة ومناطق الأنقاص. المرأة تتعرض لكثير من الانتهاكات، منها الاغتصابات وضيق الرزق، وكذلك هناك العنف الاقتصادي الذي يمارس على النساء في قلب العاصمة. مثلا بذلك أضرب مثلا بستات الشاي، يعني يحاربوا في رزقهم. وأنا بفتكر دي مهنة شريفة جدا، أكثر أن تمتهن بيع الشاي ولا أن تمتهن بيع جسدك. لذلك هؤلاء النساء يتعرضن لملاحقة دائمة من قبل النظام وفرض أتاوات على هؤلاء النساء بدليل أن محاربتهم في كسب رزق عيش شريف لأبنائهم. جميل. كنا نتمنى أن يكون أو ينضم إلينا الأستاذ مكي المغربي من الخرطوم، ولكن قد أبلغت أن المخرج لم يستطيع الوصول إلى هاتفي. أخ معتصم، نحن في الخواتيم، أعلم أنك لديك إسهامات إعلامية. السؤال، هل الإعلام السوداني هو عاجز عن يعني رسم صورة في الوجدان السوداني توضح معالم هذا النظام وخباياه وسياساته؟ هل تعتقد أن هذا الأمر هو له أثر في بغاء النظام في السلطة؟ بلا شك أخي الكريم، والدور الإعلام لا يمكن إنكاره في هذه المرحلة على سبيل خصوصا عندما برأيي الشخصي، وأعتقد أن الإعلام الآن أو قناة فضائية مدروسة بعناية وتقدم برامج عقلانية موضوعية هي تساوي وربما قد تفوق أهمية حمل السلاح أو الخروج على النظام في مناطق عمليات أو ما إلى ذلك. للأسف كما ذكرت منذ قليل، النظام القائم في الخرطوم باعتباره نظام عقائديا يوجه ويهتم كثيرا بمسألة الإعلام، في حين أن المعارضة تهملها ولا تعيرها أدنى التفاتة. بل أننا عانينا خلال الشهور الماضية أيام معاناة حتى في محاولة إقناع بعض كبار الساسة في المعارضة، وهذا مضحك ممكن بالفعل، بأنه بضرورة القيام بعمل موحد ومدروس من أجل توصيل الوعي وتوصيح الحقيقة بالفعل إلى المواطن السوداني علينا أينما معاناة. فهذه هذا وضع لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من عمل متصل وعمل يتم التنسيق له بشكل بنية مخلصة لتوصيل الحقيقة. أشكر جزيل الشكر للأستاذ معتصم الحارث الضوي الكاتب والإعلامي السوداني، وكذلك الناشطة الحقوقية الأستاذة سوزان كاشف. كان من الممكن من المفترض أن ينضم إلينا الأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي من الخرطوم، إلا أن المخرج أبلغنا أنه تعذر الاتصال. أعزائي، نعتذر لكم بكل بشدة، ونحن نعلم أن الأجواء المحيطة في دولة مصر هي أملد علينا أن يكون هذا البرنامج تحديدا في مساحة زمنية ضيقة. على أمل أن نستضيفكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أعزائي وتحيات الفريق العامل معي هنا من لندن. إلى أن نلتقيكم خالد العيسي، ودمتم في أمان الله ورعايته. شكرا. شكرا سوزان، معليش. We'll be right back.